واحنا موجودين هنا في المخيم لقينا بنوته فوجئت ان هي بتقول ان هي بتتفرج على ليش هيك واسمها مريم. ازيك يا مريم؟ زينه، انت كيفك؟ انا زي الفل. انت بتتفرج على ليش هيك فعلا؟ ايوه. تحبي سات 7 كيدز؟ ايه. انت فين بلدك؟ ايه، من قرقوش برضو؟ ايوه، من قرقوش انا. طيب انت عندك 10 سنين مش كده؟ ايوه. طيب قولي لي، انت بقالك قد ايه هنا في المخيم؟ 4 شهور. ايه اكتر حاجه انت حاسه ان هي كنت بتحبيها في قرقوش مش موجوده هنا دلوقتي في المخيم؟ كان عندنا بيت وكنا متونسين، بس يعني هنا ما متونسين، بس الحمد لله يعني الله سترنا. قصدك ايه؟ يعني ايه الله سترنا؟ يعني الله حبنا وما قبل يعني يقتلونا داعش. طيب انت حاسه قد ايه ربنا بيحبك صح؟ ايوه، ربنا بيحبنا كلنا، مو بس انا، كل الناس يحبوهم الله. وانت شايفه ان ربنا كمان بيحب الناس اللي ممكن تبقى اذتك وزعلتك ولا لا؟ يحبهم بس ما يحب الشيطان. طب انت شايفه، انت حاسه بايه ناحيه الناس اللي ممكن تبقى خرجتك من البيت وتعبتك؟ ما راح اسويهم ولا شيء، بس يعني اقول لله يسامحهم. وانت تقدري تسامحيهم كمان؟ ايوه. بس دي حاجه صعبه قوي ولا حاجه سهله ان انا اعرف اسامح الناس اللي تعبتني يا مريم؟ ما راح اقتلهم، يعني ليه اقتلهم؟ بس زعلانه لي، طلعونا من بيتنا. طيب انت كنت بتحبي المدرسه في كراكوش صح؟ ايوه، وكنت اولى دايما. كان عندك اصحاب كمان في المدرسه؟ ايوه. موجودين هنا معاكي ولا مفيش ولا حد فيهم هنا؟ اكو، بس ما اعرف وينهم. طيب لو يمكن يكونوا هم دلوقتي بيتفرجوا على التلفزيون بيشوفوا سات 7 كيدز، تحبي تقولي لهم حاجه؟ كان عندي صديقه، واذا هوني كان عندي صديقه اسمها ساندرا، وكنا انا وهي كل اليوم مع بعضنا، وكل المدرسه مع بعضنا، مع انه كنا بعيدين بيوتنا من بعض، بس كنا نحب بعضنا كثير. يعني اذا هي غلطت علي وانا غلطت عليها نسامح بعضنا، ومرات كنا نلعب ونغلط على بعض بس نسامح بعضنا، وكنا نحب بعضنا. بس هسه اريد اشوفها. شوف بس، انت مش عارفه هي فين خالص صح؟ لا ما اعرف وينها. طيب هي لو ساندرا بتفرج علينا دلوقتي اكيد هي كمان بعتلك سلامات، واكيد هي كمان بتحبك يا مريم. بيني كثير، وانا حتى احبها، ويا ريت اشوفها يوم. اكيد، ونفسي كمان احنا نبقى معاكي في اليوم ده. علوة يعني ايه؟ يعني علوة ارجع نرجع على بيوتنا، هي ترجع على بيتها ونشوف بعضنا، وترجعوا كمان في بيت احلى من البيت الاولاني. كيف الله، ما كيفنا نحنا، كيف الله هو اللي يعرف. طيب انت مش بيجيلك وقت كده تبقي زعلانه بتحسي ان يسوع سابك مثلا؟ لا، مرات يعني ابكي على البيت مالتنا، ابكي على قرقوش، بس ما ازعل انه الله يعني سابنا من قرقوش، يعني رحنا من قرقوش. اشكره لانه سترنا وجابنا لنا، حتى اذا متبهدلين هنا، بس الحمد لله الله سترنا. انت علمتيني حاجات كتير قوي. شكرا. وانت حتى علمتني. علمتك ايه انا؟ علمتني يعني ما علمتني، يعني حسيت بمشاعري. حسيت بمشاعري، انا كان عندي مشاعر، واريد يعني يعرفون الناس ايش هي مشاعر هذول الاطفال اللي هنا. وانت عارفه ان يسوع مش هيسيبك ابدا صح؟ ما راح يسيبنا، اذا مؤمنه وثابته بينه ما راح يسيبني. طيب قولي لي، انت فاكره ترنيمه او فاكره حاجه لما بتبقي قاعده لوحدك كده بتحبي ترنميها او تكلمي يسوع بيها، ولا مش فاكره ولا حاجه خالص؟ عندي ترانيم. طب تحبي تقولي اكتر واحده انت بتحبيها؟ تبقى صغيرة وقصيرة بس نسمعها منك، ايه رأيك؟ اكو واحدة